السلام عليكم، انا الشيف شكر وهعمل معاكم النهارده صوابع الجلاش بالمكسرات. شايفين شكلها وسواه شربة شربات ومن جوه حمرة مقرمشة، وعلى بركة الله هنبتدي الشغل. انا عندي لف الجلاش اهيت، الموضوع بسيط وسهل خالص، اهم حاجة يكون عندك لف الجلاش وخلاص على كده. ادي الحشو بتاعي اللي موجود عندك، حطيه جوز هند، مكسرات، زبيب، بس اهم حاجة في الموضوع سنة قرفة وسنة فانيليا ومعلقتين شربات من التقيل، وتدعكي الحشو كله مع بعضه عشان ما يفرطش من اللوم. هاخد ورقتين من الجلاش اهوت، هاتني طرفهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهاخد مقدار الحشو احطه اهوت في وسط الورقة. موضوع بسيط خالص، حطيت الحشو بتاعي خلاص، هلف الورقة بالحشو بتاعي. اهم حاجة انك ما تقرصيش على الحشو، ما تقرصيش على اللقمة، سيبيها مفكوكة كده يعني، لفي على الهادي، ما تقرصيش جامد علشان تبقى مقرمشة. لو قرصت على اللقمة بتطلع الجلاشة معضمة مش مقرمشة. انا لفيتها اهو، تحطها على قفلتها في الصينية وخلاص على كده. خلصنا الموضوع، موضوع بسيط وسهل، واي بنوتة صغيرة اول مرة تخش المطبخ هتعمل اللي انا بعمله ده، مش محتاجة شيف يعملها. تنيت الورقة، خدت ورقتين، تنيت الورقة سطرفها، وهحط الحشو بتاعي الكمية اللي انت تحبيها، كتير قليل زي ما انت عايزة، بس انا بشتغل دايما في المعقول او في الطبيعي اهوت. وهاتني الطرف زي ما انت شايفين، وهلف على واسع، مش هقرص جامد على اللقمة عشان تطلع مقرمشة زي ما قلت اهو. موضوع بسيط خالص زي ما قلت، يبقى عندك بس لفة الجلاش، مش هياخد معاكي نص ساعة زمن، وهتبقى جاهزة قدامك. خلصت لف خلاص، هقطع الجلاش، وخدي بالك من النقطة ديت، التقطيع ببوز السكينة بس لحد الحشو، مش هنزل لتحت، لحد الحشو بس. لو قطعت قطع كامل الجلاش ما بيعلاش اهو، ببوز السكينة بقطع الورق اللي فوق لحد الحشو بس، ما بجيش ناحية الرق اللي تحت، فبقطع وتفضل لسه ماسكة بعضها زي ما هي اهو. قطعتها على اتنين وعلى اربعة بعد كده زي ما انتوا شايفين، ببوز السكينة بس اهوت، ما بنزلش لتحت في الارضية اهو. قاطع بس الحبل زي ما هو سليم. عندي السمنة بتاعتي سايحة، ادهني بقى السمنة بتاعتك بالراحة كده، وده عجين عايز سمنة علشان يطلع مقرمش، اي نوع سمنة انت تفضليه. والسمنة الزيادة حطي ما تخافيش، لان السمنة الزيادة بعد ما بيستوي بنصفي السمنة بتاعته وبنشتغل بها مرة تانية، فالموضوع في بيتها زي ما بيقولوا يعني اهوت. دهنا السمنة بتاعتنا بالفرشة وسقيتها كويس اهوت، وهسيبها مش هدخلها الفرن دلوقتي، ربع ساعة كده وبعدين ادخلها الفرن، هشوف شكلها اتغير وخمرت وشربت الشربات بتاعها، وعلى الفرن على طول على 170 درجة في الشبكة اللي في الوسط اهي، ما شاء الله زي الفل، مقرمشة ومستوية والشربات بتاعها بارد. كوبايتين سكر وكوباية مية مع فص الليمون، ومتشكلين على كده شربات تقيل، هسقيها بالشربات التقيل، وحط براحتك شربات ما تخافيش، لان اللي هي هتشرب ومش هتشرب اكتر من اللي هي عايزاه على فكرة. هنصفي الشربات بعد كده وهنشتغل بيه برضو، هنسقي بيه اي حاجة تانية وزع الشربات عليها زي ما قلت، شربات تقيل اهو. لو عندك بقى جلوكوز حطي معلقة كبيرة جلوكوز مع معلقتين السكر مع كوبايتين السكر وكوباية المية دول اهو، هسيبها تشرب خالص براحتها. اللقمة دي بالذات لو ما شربتش شربات وتبقى كده مسقية في الشربات كده ما بتبقاش حلوة، هي شربت صفت الشربات بتاعها الزيادة. وهبدأ ان انا اقطعها، لان احنا قاطعينها نص قطعة وهي عجين،
اهوت، ونشوف حتة كده شكلها ايه من جوه، من بره مستوية، انما من جوه ايه الموضوع، هنشوف ايه الموضوع من جوه. من جوه حمرا اهيت، لان ما قرصتش على اللقمة، واديتها السمنة بتاعتها مظبوطة، وسواها مظبوط، وشربتها مظبوط، بقت زي الفل اهيت، مقرمشة وطعمها جميل جدا، مش محتاجة اي حاجة غير انكم تاكلوها بألف هنا وشفا. جميل جدا وطعمه جميل زي ما قلت، والصبع ماسك نفسه مش طري، الشربات الخفيف هو اللي بيخليه طري ومبلبل كده. هو ده الشكل بتاع الجلاش اللي بالمكسرات، وزي ما قلت نوعية المكسرات اللي موجودة عندك اشتغل بيها، ما تتعبيش دماغك. النوع ده حلو عامة. وإذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك وشير واشتركوا في القناة، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.